الهمبرجر؟ أنا شفتها في المطبخ قبل شوية. وأنا يعني بدور في المريخ؟ دورت فوق الثلاجة؟ لقيتها. دحين أنا جاهز لشوي أحسن وجبة غداء في العالم. بابا، ممكن أساعدك في الشوي؟ طبعاً حبيبي يوسف، أنت اليوم حتكون مساعد الشيف، وأول شيء هحتاج مساعدتك فيه يا شيف المستقبل هو إنك تطلع معايا علب البهارات والجبنة من الثلاجة. حسناً سيدي الشيف. وبعد كده أحتاجك تساعدني في تجهيز برجر الشيف الخاص، وراح أعلمك وصفة السرية كمان، عشان كده البهارات مكتوب عليها الخلطة السرية. أيوة، وبس الشيف اللي يأكل البرجر الخاص. أنس يلا ما أبغى أضيع وقت، الجو اليوم مرة حلو. مستعدة تلعبي مع أحسن لاعب كرة سلة في العالم؟ أنا الحين عشان كذا أنا بس حألعب بالطيارة الورقية اليوم. أنا رايح ألعب مع ناس حريفة. طيب، النار حتكون جاهزة كمان شوية. إلى ما تجهز، حوريك كيف تسوي برجر الشيف الخاص. هنخلط ثلاثة أنواع من اللحم مع بعض كذا. بعد كده ترش الملح وبهار الشيف الخاص، وتخلط جبنة الشيدر بوسط اللحم. واو، والله طلعت من جد مساعد شاطر. خلاص، انت جهز برجر الشيف الخاص وانا حجهز السندويتشات الباقية. بابا الشيف، البرجر الخاص جاهز. ما شاء الله، برافو عليك يا يوسف، شكله ممتاز ويشهي، وحاسس حيكون طعمه خرافي. أعتقد كده كفاية. سلام عليكم، كيف راح تلعبوا وكل الأشياء هذه قدام السلة؟ ما حطينا الأشياء هذه عشان نلعب، حطيناها عشان نطلع فوقها ونكبس الكورة في السلة زي ما يعملوا في التلفزيون. واو، أنا دائماً أحلم أن أقدر أنط وأوصل للسلة فوق وأكبس الكورة. واليوم حلمك حيتحقق وما يحتاج تنط، بس تسلق واكبس الكورة زي ما تبغى. أقول لك سيبك منه، شكله خواف وما يقدر يتسلق ويكبس الكورة. لا، أنا ماني خواف،
وحوريكم. لا والله، فعلا طلعت مو خواف، لكن أكدت لنا إنك مغفل. إيمان ساعديني. ها؟ امسك مزبوط، لا تسيب السلة. من جد أنا مغفل، ما كان لازم أخليهم يضحكوا علي زي كذا. الحمد لله إنك ما تهت وتعورت، المهم تعلمنا إننا ما نخلي كلام الناس يخلينا نسوي شيء إحنا عارفين إنه خطأ. أنس، إيمان، يلا الغدا جاهز. حاضر ماما. طيب، طالما أننا كلنا هنا، قبل ما نبدأ حابب أقول لكم إن وجبة اليوم مميزة، لأني ما جهزتها لوحدي. ساعدني اليوم شيف المستقبل يوسف. برافو يوسف. برافو حبيبي يوسف. برافو. لكن اليوم قررت إني أعطي برجري للشيف الجديد مكافأة لمجهوده. لحظة، إيش قلت؟ تفضل يا شيف المستقبل، تستاهل والله. بالهنا والشفا حبيبي. اتفقنا على كده.